بالتالي خلينا نتكلم شويه على اخبار الفريق النهارده. تدريبات كانت استشفائيه للاعبين اللي شاركوا في المران او اللي شاركوا في المباراه بالامس بشكل كامل. النهارده في المران كان يوم تدريبات استشفائيه على استاد مختار التتش. المران بالتحديد كان في تمام الساعه 11 الصبح، واكيد كان مران هام، واللاعبين اللي شاركوا في المباراه كان لهم تدريبات من خلال الجري حوالين الملعب وبعض تدريبات فك العضلات، وده شيء مهم في اطار الاستشفاء والاستعداد للمباراه المقبله. بالنسبه لعلي معلول بيخضع لفحص طبي اليوم، احنا عارفين ان علي معلول عنده شد في العضله الضمه، فبالتالي هيغيب عن مباراه الهلال وغاب عن مباراه الامس، فهو المفروض فتره الغياب بشكل كامل هتبقى اسبوعين. ان شاء الله يعود سريعا. النهارده الدكتور خالد محمود قبل المران كده اطمن عليه وكان فحص طبي بالنسبه له عشان يطمنوا على البرنامج العلاجي والتاهيلي الخاص باللاعب، وكان عنده بعض التدريبات التاهيليه في الجيم تحت اشراف كمان الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. طيب رمضان صبحي ومحمد هاني بينتظموا في التدريبات الجماعيه. رمضان صبحي كان واخد راحه بعد بطولة الأمم الأفريقية للمنتخب الأولمبي، شارك في مباراة النجم الساحلي، لكن بعد مباراة النجم الساحلي مباشرة خد راحة لأنه كان بيتعرض لإجهاد واضح في الحقيقة، لكن خلاص بيشارك في التدريبات الجماعية النهاردة بشكل كامل. نفس الحال بالنسبة لمحمد هاني، أيضا كان عنده زي إجهاد عضلي وخلاص بقى جاهز وبيشارك أو شارك النهاردة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. نتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله. تدريبات كمان متنوعة وتقسيمة قوية في مران الأهلي. النهاردة كان في بعض التدريبات المتنوعة خاصة بفقرة الكرات العرضية، بعض الجمل التكتيكية، بعض الجمل الفنية الخاصة بمستر فايلر اللي قدر اللاعبين ينفذوها من خلال التدريب. وكمان كان في تقسيمه مع نهايه المران، وده امر بيبقى معتاد مع نهايه كل مران، مستر فايلر بيحاول ينفذ كل افكاره من خلال هذه التقسيمه، وان هو يحفظ لاعبي النادي الاهلي دورهم وواجباتهم داخل الملعب عشان باذن الله تعالى ينفذوها في المباريات المختلفه. كمان على هامش المران النهارده كان في اجتماع بين كابتن سعد عبد الحفيظ ومستر فايلر لمناقشه بعض الامور التنسيقيه والاداريه الخاصه بمباراه الهلال السوداني.